البسيدوم الروماني أو قصر للا فاطمة أسطورة الجمال في العصور الوسطى بالطرف، موقع أثري اختار أن يتوارى في غابة بوادي الجنان في أعالي الجبال الحدودية بين الجزائر وتونس الشقيقة. موقع أثري روماني بني ما بين القرن الثالث والرابع ميلادي، هو عبارة عن مزرعة رومانية يعتبر الوحيد في شمال إفريقيا المحافظ على طابعه المعماري. يتكون من ثلاث طوابق، طبق أرضي به معصرة وخزانات يتم تخزين بها الزيتون، وفي الطابق الأول والثاني هو عبارة عن مسكن. جمال معماره الذي يناغم بين الطابع الروماني والنوميدي المحلي جعل الذاكرة الشعبية تخلده عبر هذه الأسطورة. هناك أسطورة يتداولها سكان المنطقة تقول أن هناك سيدة ثرية جدا وحسناء وذات جاه اشترطت في من يريد الزواج بها أن يجلب لها المياه إلى خزان الحمام. قام العديد من رجال المنطقة بمحاولات فاشلة، وفي الأخير استطاع الرجل الوحيد بجلب الماء من عين ساقومة وهو المنبع الرئيسي. بين الأسطورة الشعبية والقيمة الأثرية التاريخية لهذا المعلم، قصر للا فاطمة ينتظر الحماية والتصنيف ضمن التراث الوطني المحفوظ لوزارة الثقافة.